يا ماما انا مش ناقص بقى، هنعمل ايه دلوقتي؟ هو ده المهم. خلاص يا حبيبي، خد حتتين الصيغه اللي حيلتي بيعهم وتصرف في تمن. صيغه ايه بس؟ ماما بتقولك 1,200,000 جنيه. نوايا تسدد الزير، مفيش غير انه يبيع المحل ويخلص منه. ايه؟ يبيع المحل؟ انت بتقولي ايه يا ايناس؟ هو المحل بيكسب يا ماما، مش جايلنا منه غير الخساره ووجع الدماغ. المشكلة مين اللي هيرضى يشتري المحل دلوقتي؟ كان مستخبلنا فين ده بس يا رب؟ خلاص بقى يا ماما هتعددي. اشمعنى؟ ما في حد بيدفع ضرايب. خلاص؟ مصر كلها دفعت الضرايب، ما فضلش غير حمادة. لا حول الله يا رب. إيناس، النبي يا أختي تطلعي تقعدي معاه، ده عنده السكر والزعل وحش عشانه. قولي له خلاص يا حمادة ما تزعلش، إن شاء الله هتفرج. حاضر يا ماما.